ده هيمثل الجزء اللي هندرسه مع بعض إن شاء الله لغاية امتحان الميد تيرم. وبالمناسبة أنا ما عنديش لسه أي يعني تعليمات واضحة بخصوص الميد تيرم هيبقى إزاي. لما تجيني إن شاء الله هبقى أعلن لكم في المحاضرة، أو عادة يعني إحنا بنعرف في نفس الوقت لما بيعلن الجدول بتاعه، أو هيبقى أونلاين ولا في الكلية، هل هيبقى فيه continuous assessment ولا mid term. الحاجات دي لسه يعني ما عنديش حاجة واضحة أقدر أقولها لك. يعني إيه hemopoietic system؟ هيمو أي حاجة فيها هيم معناها related to blood. poietic جاية من poiesis يعني تكوين أو تصنيع أو تخليق السيلز بتاعت البلد. الإميونيتي طبعا المناعة. الإميونيتي بتبقى يعني مسؤولية سيلز كتير جدا في جسمنا، هي اللي مسؤولة عن إن هي تعمل لنا protection against injurious agents كتيرة اللي حوالينا. لو سمحت يا دكاترة اللي يخش جديد يعمل ميوت لنفسه وان ميوت ساعة ما اقول فيه اسئلة ويحب يسأل. دكاترة اللي دخلوا متأخر من فضلك ميوت يور سيلف، اقفل المايك بتاعك. الكلام ده احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت، مفيش داعي ان احنا نضيع وقت تاني فيه، ومعظمكم شافوا واللي ما شافوش هيشوفوا في الريكورد لما يبص عليه. الهيموبويتيك سيستم زي ما قلنا عباره عن البلد ده التيشو اللي بيكون الاليمنتس اوف بلد. البلد زي ما احنا عارفين بقى من معلوماتنا القديمه من زمان، عارفين انه formed of different elements. What are the elements forming blood? ده سؤال ليك. Blood cells or plasma. تمام، في blood cells و plasma. في إجابة تانية. White blood cells. Platelets. Plasma proteins. Macrophages. تمام. Lymphocytes, zinc, factors. With lymphocytes. Nutrients. طيب علشان يا جماعة نبقى مرتبين دايما، احنا بنحاول نقسم اي حاجة بطريقة more systematic. يعني اللي انتوا قلتوه ده مش غلط، هي دي فعلا كلها components من البلد، بس دايما يعني try to categorize yourself كده. اما تيجي تقول اجابة جمع مع حاجات مع بعضها وحطها في كاتيجوريز كبيرة، وبعدين اعمل derivatives من الكاتيجوريز دي وelements بقى فيها. فايه البلد لما بنيجي نتكلم عليه؟ طبعا البلد ده is a very vital fluid present in our bodies. النورمال position بتاعه فين؟ بيبقى موجود فين؟ موجود في السيستم اللي احنا كنا لسه متكلمين عليه، الكارديوفاسكولار سيستم. يعني موجود طبيعي inside the cavity of the heart and different categories of blood vessels. ده مكانه الطبيعي. كون ان الاقيه في مكان تاني غير كده يبقى this is abnormal. مش المفروض ان انا الاقيه غير في الهارت والبلود vessels اللي متصلة في الهارت. يعني ده معمول له compartment لوحده المفروض يبقى فيها. لو حصل ان هو ساب الكومبارتمنت دي ولقيته في مكان تاني في التيشوز او في البودي كافيتيز، يبقى this is abnormal find. طيب الكومبوننتس اوف بلاد، البلاد زي ما قلتوا كل اللي انتوا قلتوه ده مظبوط، بس لو هنيجي نقسمه بقى مظبوط هنقسمه لجزء سائل اللي هو البلازما fluid part، وجزء فيه سيلز او انتوا قلتوا سيلز. وكلمه سيلز دي احنا بنتحفظ عليها شويه، يعني هي سيلز واشباه سيلز.
حاجات تانية مش سيلز، ما ينطبقش عليها التعريف بتاع السيل اللي هي سيتوبلازم والنيوكليوس، ما ينطبقش عليها، فمش هقدر أقول عليها سيلز. فممكن أجمعهم مع بعض وأسميهم blood elements أو blood solids، حاجات صلبة معلقة في الجزء الفلويد اللي قلت عليه. البلد ده يا جماعة لو افتكرنا التقسيمة بتاعت التيشوز اللي خدناها في 101، اعتبرنا احنا ان البلد ده is a special type of connective tissue. ممكن حد لو سمحته يقول لي ليه اعتبرناه special type of connective tissue؟ عشان fluid يا دكتور. عشان fluid. والconnective الطبيعي بتاعه ايه؟ كان في ماتريكس وفايبرس يعني في الالمنت بتاعته مع السل. تمام، لان الالمنت اي تيشو بيبقى فيه الثري كلاسيك اليمنتس اوف ذا كونكتيف تيشو بضمه للكونكتيف تيشو وبيبقى سبيشال تايب. الالمنتس دي زي الدكتور ما قالت سيلز وماتريكس وفايبرس، فلو توفر الثلاث عناصر دول يبقى ذس از ا تايب اوف كونكتيف تيشو. بالنسبه للبلد مين يقول لي كده ال 3 elements بتوع connective tissue موجودين ازاي في البلد؟ على فكرة انا قلتها، يعني انا قلتها وانا بدرس بس انتوا يمكن نسيت. انتوا محتارين في ايه؟ ايه اللي محتارين فيه؟ يعني مثلا كده البلازما هي الماتريكس و تمام والاليمنتس هي الكورباسلز والديفرنت سوليدز دي هي السيلز او اشباه السيلز دي نحطها مع السيلز. اللي محيرنا هنا ومخلينا ما بنجاوبش على طول الفايبرز، صح؟ طيب فين الفايبرز اللي في البلد؟ هو البلد لما بيبقى فلوينج كده انا بلاقي فيه فايبرز في خيوها ماشيه معايا؟ اكيد لا. هو فايبرينوجين دايم. بالظبط، برافو عليك يا دكتوره. بالظبط، ان الماده الفايبرز دي بوليمرز، يعني معموله من مونومرز بلوكس صغيره كده وبتتكرر كتير قوي، فدي بوليمر. بوليمر من ايه؟ معمول من سبيشال تايبس اوف بروتينز. فهنا البلد نورمالي بيبقى فلويد، مفيش فيه فايبرز خالص. ليه؟ لأن البروتينز دي is in the soluble phase، دايبة مش شايفينها. لكن في حالات معينة لو حصل مثلا injury للwall of the blood vessel بيتحول على طول الفايبرينوجين زي الدكتور ما قالت لفايبرين، والفايبرين ده بيبقى threads كده أو fibers. فبالتالي هما الناس اللي حاطين البلد مع الconnective tissue في التقسيمة بيستندوا لكده ان هو فيه فايبرز، بس الفايبرز دي ار سوليبل نورمالي، لكن في اوقات معينه لازم بيحصل لها بوليمرايزيشن وبتديني الفايبرز اللي هي الفايبرين ثريدز دي، بيعتبروها دي الفايبرز اوف ذا كونكتيف تيشو. في المقابل زي ما قلنا برضو في 101 ان في ناس معترضه على هذه التقسيمه وبتقول لا احنا ما بنقدرش نحط البلد از ا سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو وهنحطه في كاتيجوري لوحده. يبقى اذا البيزك تيشوز في الهيومن بودي ابيثيليال تيشو، كونكتيف تيشو، ماسكولار تيشو، نيرفس تيشو، ومعاهم بلد. يبقى ده النوع الخامس، لكن في ناس كتيره حاطاه مع الكونكتيف تيشو، واحنا عرفنا دلوقتي ايه الفلسفه بتاعت كده. ف هنا احنا هنعتبره سبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. زي ما قلنا الـ blood is fluid in nature و formed of جزء سائل كده اللي هو البلازما، وفي formed elements و cells، يعني formed elements اللي هي اللي مش قادرة أقول عليها cells كده صراحة. الـ elements أو الـ solids اللي موجودة دي بتبقى in the form of erythrocytes و platelets و leukocytes أو red blood cells، مش cells، هي red blood corpuscles و platelets و leukocytes اللي هي white blood cells. يبقى دي ال elements اللي انا بتكلم عليها، الثلاثة دول ال solid elements
والبلازما هي الفلويد. طيب في الادلت الفوليوم اوف بلاد بيبقى كبير، بيبقى around 5 liters او 5.5 liters. هتاخده في الفسيولوجي بقى ان ما عندناش رقم صالح كده، ده it depends on the hydration of the body. لو انا واخده عندي enough water ولا لا، فبيبقى فيه دايما رينج مش رقم واحد كده صالح. ففي around 5.5 liters of blood بيبقوا pumped all through البودي علشان اللي احنا قلناه في الكارديوفاسكولار سيستم، الاكسشينج اوف جاسز والنيوتريانتس والتمبريتشر وخلافه. طبعا في الانفانتس اند تشيلدرن وي دو نوت اكسبكت تو فايند 5.5 لترز، كتير قوي على جسم طفل صغير ان يبقى عنده 5 لتر دم. فبيبقى في بيقل طبعا عن كده من 3 3.5 لتر كده، ولغاية ما يوصل للأدلت فود بيبقوا 5 أو 5.5 ليترز. لما بنيجي في الهيستولوجي عايزين طبعا نشوف أي حاجة، أي تيشو بنعمل له proper study. قلنا نعم ريكورد وقف، حد شغله تمام. طيب تمام، شكرا يا دكتور. احنا قلنا ان البروبلم مع اي تيشو في جسمنا ان احنا بنحاول نعمل له هيستولوجيكال ستادي، ان من ضمن يعني المشاكل ان التيشوز دي ترانسبيرنت شفافه، ما بقدرش اشوف التفاصيل بتاعتها الا لو عملت لها ستين. طيب يا ترى البلد اقدر اعمل له ستيننج يوزنج اور هيستولوجيكال روتين ستين اللي هي الهيماتوكسين اند ايوسين؟ هل أقدر أعمل له ستادي بيها؟ إيه رأيه؟ لا لا لا، هو ممكن معلش متزعليش مني. الـ H&E لو استعملت البلد وصبغته بالهيماتوكسلين and يوسين هيتصبغ، هيبقى فيه النيوكليس بتاعة الـ white blood cells مثلا هتبان أزرق والباقي هيبان أحمر. لكن بيبقى له مشاكل في التكنيك بتاعه، بحتاج أغير فيه شوية. ليه؟ لأن أنا مش بتعامل مع تيشو سكشن مقطعه رفيع وبصبغه، لا أنا بتعامل مع حاجة fluid. فلو قدرت إن أنا أعمل من الفلويد ده طبقة رفيعة على الجلاس سلايد، هقدر اتعامل مع الهيماتوكسين واليوسين زيه زي بقيه الستينز الثانيه. لكن مش ده الستين اوف تشويس، مش ده الستين اللي هيظهر لي الديفرنت ستراكشرز اللي بتميز لي كل كومبوننت من الكومبوننتس اوف ذا بلاد كويس كليرلي علشان اقدر اعمل لها بروبر ستادي. فعندنا هنا سبيشال ستين بنستعملها، ودي مهمة جدا وممكن ده يبقى سؤال MCQ. ايه special stains of blood اللي انا بستعملها؟ بستعمل حاجة اسمها الليشمان stain او الجيمسا stain. الليشمان stain قريبة من الـ H&E، في بس شوية chemicals كده بيتغيروا. الجيمسا حاجة مختلفة شوية. مش مهم طبعا نعرف الكيميكال ستراكشر بتاعهم ايه وايه الفرق ما بينهم والستبس بتاعتهم حتى، لكن لازم نعرف هنا ان احنا بنتعامل مع البلد بطريقه مختلفه. بنتعامل مع البلد ان احنا بنعمل حاجه اسمها بلد فيل. البلد مش حاجه سوليد هقدر احطها بقى في فيكستيف وبعدين اعمل لها ديهايدريشن في الكحول وبعدين اعمل لها ديهايدريشن بعد شويه واحط في واكس وبارافين واكس وكده. لا مش بعمل كده، مش بعملها، مش بتمشي في نفس السكه التقليديه. ايه اللي بعمله عشان اقدر اشوف البلد، عشان اقدر اعمل له بروبر ستادي؟ باخد دروب اوف بلد بحطها على السلايد، الجلاس سلايد العاديه بتاعتنا دي مغسوله ونظيفه وزي الفل، بحط عليها نقطه بلد وباجي بشريحة تانية أقف على نقطة البلد دي وبعدين أسحبها أزقها كده على طول السلايد. يعني بحاول أفرد نقطة البلد دي
علشان نقطة البلد دي مليانة millions of cells فمش هقدر أشوف through نقطة البلد لكن هقدر أفردها على الشريحة على مساحة الشريحة أو ثلاث أرباع مساحة الشريحة وتبقى تديني طبقة رفيعة خالص almost تبقى mono layer of blood cells أو elements وبسيبها تنشف شوية وبعدين بتعامل معاها بعد كده على طول بالستين بحط الستين عليها مباشرة والستين دي بيبقى فيها الكحول وبيبقى فيها حاجة تثبت السيلز دي بنفس شكلها وتمنع البيوتريفاكشن زي اللي كنا بنقوله على الفيكسيشن في الـ FHB في 101 عشان نمنع البيوتريفاكشن ونخلي شكل السيلز زي ما هو عشان لما يجي يعمل لها ستادي أبقى شايفاها كأني شايفاها وهي جوه جسم الإنسان وعادة مش بنغطي البلاد فيلم ده بنسيبه إكسبوز لأن بنستعمله بسرعة على طول بنعد فيه حاجات أو بنشوف فيه حاجات وخلاص بيبقى ديسكاردد بعد كده يعني سهل إن أنا أعوضه فالسبيشال ستينز يوز إن ستاديينج البلاد الليشمان ستين والجمسة ستين طبعا البلد elements كلها سواء cells أو formed elements بتبقى produced في البون مارو البون مارو اللي هو نخاع العظم ده المين سايت فور production of new RBCs white blood cells وblood platelets كمان يعني ده المصنع بتاعي يهمني جدا البون مارو اللي موجود في الكافيتي اللي هي single cavity اللي موجودة في long bones وموجود في المالتيبل سمول كافيتيز ان بتوين البون لاميليز في السبونجي بون طبعا في فروقات شويه ما بين اللي هنا واللي هنا هنقولها لما نتكلم على البون مارو في معلومه هنا برضو بحب انوه ليها ان البون مارو بياخد وقت عقبال ما يتكون في الامبريو جينيسيس في حاجات تانية بتبقى فورم قبليه ف البلد أنا محتاجاه من بدري والهارت بيستارت بيتينجز من الأسابيع الأولى في حياة أي جنين فعشان كده في other organs بتشير in the process of formation of blood elements during embryogenesis لغاية البون مارو ما يبقى مستعد ويتيك أوفر بمعنى إن لو سألنا سؤال كده what is the site of formation of new blood elements. الإجابة التقليدية بتبقى بون مارو. تمام؟ الإجابة التقليدية بتبقى بون مارو. لكن في other organs can share in the process of formation of blood elements during the embryonic life. زي مين؟ مين اللي ممكن يشير زي الليفر زي الكيدني زي السبلين الليفر ايوه تمام ليفر وسبلين وكيدني شويه يبقى دي organs ممكن بتشتغل في البروسيس اوف هيماتوفويسيس during embryonic life بعد ما بيتكون البون مارو كويس بيتيك اوفر وديورنج الافتر بيرث بقى بيبقى المين سايت فور فورميشن اوف بون مارو اوف بلاد اليمنتس هو البون مارو اساسا الحاجات الثانيه دي كلها خلاص شكرا عملتوا اللي عليكم في المرحله اللي انا ما كنتش قادر لكن دلوقتي خلاص انا اي ويل تيك اوفر تمام يبقى لازم يكون السؤال عشان اختار البون مارو بقلب جامد بتكلم على الادرس المعلومه دي انا بقولها هنا لان هنحتاجها قدام قدام خالص هنرجع لهذه المعلومة مرة تانية. زي ما قلنا الكومبوزيشن اوف بلاد انا عرفت الكومبوزيشن اوف بلاد ده منين؟ انا لو خدت سامبل اوف بلاد يوزنج سيرنج وحطيت البلاد ده في تيست تيوب وحطيت التيست تيوب في سنترفيوج انا ما عملتش اي حاجة وما اضفتش اي حاجة عليها. عملت سنترفيوجيشن كده السنترفيتال فورس اللي هي القوة الطاردة المركزية في السنترفيوج اللي بيلف بسرعة ده بتدق الستركتشر بتبقى
بتبقى بتزقها بتعمل لها بوشنج لبعيد، كل ما كانت الستراكشر تقيله كل ما نزلت لتحت خالص. فلما بلف في البلاد ده كده في السنتريفيوج بيبتدي يفصل. كلمه يفصل دي بنستعملها في اللاب. يفصل يعني ايه؟ يعني الاليمنتس السوليد اليمنتس اللي موجوده فيه it is going to settle down according to their weight. الحاجه الاتقل هلاقيها تحت خالص، الحاجة الأخف شوية فوقيها، الأخف أكتر فوق، والجزء الفوقاني خالص ده this represents الجزء اللي ما فيهوش elements خالص اللي هو البلازما. فده اللي عرفنا ال percentage بتاعة ال components of blood. ال 55% بيبقى formed of plasma، يعني أكتر من النص بشوية صغيرة من ال volume of blood بيبقى عبارة عن بلازما. البلازما دي طبعا ووتر بنسبة كبيرة جدا ودايب فيها حاجات أنا مش بشوفها. عشان كده إحنا مش بنتكلم كتير على الكونتنت بتاع البلازما في الهيستولوجي. الهيستولوجي بيختص بالحاجات اللي بشوفها بالمايكروسكوب ومساعدة المايكروسكوب طبعا. فالبلاد بلازما 55% من الفوليوم of the whole blood وبتبقى formed of water ودايب فيها بقى nutrients, simple nutrients يعني monosaccharides, amino acids, fatty acids, glycerol, ions زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم, minerals زي الايرن والكوبر والزنك، فيها هرمونز برضو بكميات صغيرة. فدي كلها حاجات في الدومين بتاع البايوكيمستري بقى والفسيولوجي تتكلموا فيها. تحت هنا بقى السيلز اللي احنا او الاشباه السيلز اللي موجوده في البلاد السوليد بتبقى موجوده. الكومبوننت اللي موجود بعدد كبير جدا واتقلهم وزنا هو الار بي سيز، طبعا مع التحفظ على كلمه سيلز. ار بي سيز ستاندز فور ريد بلاد كوربسلز وليس ريد بلاد سيلز. حتى يعني هي بتبقى موجوده في حتت كتيره بس مجازا بتمشي، لكن عشان نبقى ناس عندنا دقه ال RBCs are not true cells اللي هم الماتيور اللي احنا بنشوفهم في البلد. طيب دول بيبقى عددهم كتير جدا بالمليونز ووزنهم تقيل، فبيبقوا موجودين تحت في الجزء اللي تحت ده، الجزء الاحمر ده mostly بيبقى معظمه RBCs. طيب ال white blood cells بقى والplatelets مكانهم فين؟ بيبقوا اقل في الوزن اللي هم هنا في الحته الخط الابيض الفاتح ده اللي ما بين البلازما وما بين الماسه الحمراء دي اللي ريبريزنتنج الار بي سيز. هنا بنلاقي الموست اوف ذا وايت بلاد سيلز وفوقيها البليتلتس اللي هي اصغر. لو شفنا هنا الار بي سيز اهو ده شكلها، البليتلتس فراجمنت صغيره كده، والوايت بلاد سيلز بانواعها المختلفه موجوده اكبر شويه في الحجم من الار بي سيز لكن عددهم اقل بكتير قوي. تمام. يبقى اذا هنا الكتله الحمراء دي mostly RBCs والوايت بلاد سيلز بيبقوا موجودين هنا on the surface وفوقيهم البليتلتس. هنا بس في حته كلينيكال ابلكيشن حب ان انتم تعرفوها باعتبار ان هي لها ابلكيشن كتير حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده، واللي منكم باذن الله ما تتخرجوا وتشتغلوا في تخصصات كتيره بيستعملوها. كلنا بنسمع طبعا دلوقتي عن العلاج ب البلازما. البلازما بياخدوا عينة دم من الشخص نفسه ويفصلوها بالطريقة دي، وبياخدوا جزء من البلازما بتتقال كده في الناس كتير بيقولوها بطريقة يعني lay people مش الناس الميديكال، لكن actually احنا مش بناخد البلازما، هما بيحاولوا ياخدوا طبقة البلازما اللي هنا اللي موجود فيها البلاد بليتلتس اساسا، بياخدوها من نفس الشخص يحقنوها فيه تاني. يحقنوها في حالات ايه؟ في حالات مثلا في الدرماتولوجي كتير جدا اللي الناس اللي بتشتغل جلديه بيحقنوها في السكن بالذات بتاع البشره بتاعت الوش الفيس علشان يديله نضاره وشباب كده. بيحقنوها في الشعر للناس اللي شعرها كتير بيقع كتير. بيحقنوها كمان للرياضيين في اللي عندهم اصابات ملاعب
وما ينفعش بقى ان هو نسيبه براحته كده يقعد مثلا كام شهر عقبال ما يخف ويتحسن. بساعد الهيلينج بان انا بحقن بلازما في مكان الاصابه. بيحقنوها ساعات في المفاصل اللي بالذات اللي فيها تآكل للغضاريف زي الركبه بيحقنوها فيها. يعني ليها استعمالات كتير جدا، حتى الاسنان دلوقتي بيستعملوها علشان تسرع الهيلينج بعد العمليات اللي بتتعمل في الاورال كافيتي. ف المقصود بيها ان احنا بتاخد الطبقه اللي اسمها البافي كود دي. البافي كود دي هي الطبقه الفاتحه اللي اون توب اوف ذا ار بي سيز، ودي انكلودنج البليتلتس، هي التارجت بتاعنا البليتلتس ومعاها شويه وايت بلاد سيلز، بس اللي يهمني اساسا البليتلتس. فبياخدوا البافي كود دي ويحقنوها انتراديرمال داخل الجلد او في مكان اصابات. علشان ايه؟ علشان البليتلتس دي بيبقى فيها مواد محفزه للنمو بنسميها جروث فاكتورز. جروث فاكتورز كتيره، لما ندرس الاستراكشر بتاع البليتلتس هنعرفها هي موجوده ازاي وفين بالظبط جوه البليتلت. بس دي مهمه جدا في عمليه اسراع الهيلينج و يعني النمو بتاع التيشو بتزوده. فدي بس كلينيكال ابلكيشن حبيت الفت نظركم ليها لان موجوده كتير في السوق. بس في ناس كتير بقى يعني جهله شويه، او للاسف لان حكايه الحقن بالبلازما دي بدا يتدخل فيها نون ميديكال بيرسونيل خالص، يعني موجوده اللي بيعملوها ناس مش اطباء اصلا، بيعملوها في مراكز التجميل، بيعملوها في مراكز العلاج الطبيعي. المفروض اللي يتعامل مع الحاجات دي كلها أطباء فقط، لكن للأسف في غياب الرقابة وغياب الضمير والبحث عن فلوس بأي طريقة في ناس كتير بتشتغلها، حتى مراكز التجميل، يعني ناس بتوع تجميل بيقصوا شعر بيصبغوا بيعملوا بيتعاملوا بحاجات زي كده ويحقنوها للسيدات اللي بيبحثوا عن الشباب الدائم. وهنا في خط الظهر جديد والحته دي كرمشت شويه، في ناس بيجي لها سايكولوجيكال بروبلمز يعني من الحكايه دي، بيبقى همهم وشغلهم الشاغل ازاي يحافظوا على شكلهم. دوام الحال من المحال، كل سن وله شكله وله الفسيولوجي بتاعه، فمحدش يعني يحاول يوقف الزمن. المهم يعني دي بس كانت نقطه كلينيكال كده حبيت ان انتوا تبقوا على درايه بيها. لو خدت بلاد فيلم اللي احنا قلنا عليه، نقطة البلاد اللي بنفردها على شريحة كده وما عملتش فيها أي حاجة ما صبغتهاش، ده المنظر اللي هشوفه. تفتكروا ايه الستراكشرز اللي احنا شايفينها دي؟ RBCs؟ طب دي مش شوية ومش العدد الضخم بتاعها اللي باين ده اولموست ماليه الدنيا كلها وفراغات صغيره ما بينها، بيرشح ان هي ار بي سيز لان هنعرف دلوقتي حالا عددهم بالمليونز. ليه يا ترى انا قادره اشوفهم؟ ما انا قلت دلوقتي ان اي تيشو بيبقى ترانسبيرنت وبحتاج صبغه عشان اقدر اشوف. ايه اللي مخلينا نقدر نشوف الار بي سيز وذاوت ستين؟ يا دكاترة ما يصحش والله اللي بيحصل ده، ما يصحش ان حد يعمل ميوت للدكتور. انا بعد ما اخلص المحاضرة ان شاء الله هشوف لي طريقه مع الاي تي بحيث ان تسلب كل صلاحيات التسجيل والتعامل مع اي اوبشن علشان الناس الغير مسؤوله. انا مش عايزه اقول لفظ بس غير مناسب، لكن هو ده الوصف الحقيقي للي بيعملوه. لكن برضو احتراما للناس الثانيه اللي قاعده ما يصحش ان يتقال كده. وطبعا انا مش بجمع، في ناس كتير جدا في غايه الاحترام جايين يسمعوا ويستفيدوا، وفي ناس مش فارق معاها كالعادة جايين بيهرجوا أول بقى لكتشر في السنة. ف
يعني جايين بس الناس تطلع كده الدنيا فيها ايه، وبعد كده ان شاء الله هيختفوا. يعني يا ريت يعجلوا باختفائهم، اللي مش انترستد يختفي. طبعا في غياب وتحمل مسؤوليتك ناحيه غيابك، لكن اتليست ما يصحش اطلاقا انك تعمل ميوت للدكتور اللي بيشرح. هعتبر ان هي كانت غلطه غير مقصوده، ويعني مش هاخد اي اجراء بيها، وتعدي المره دي. الهيموجلوبين ده مادة موجودة في الار بي سيز، وكلكم عرفتوا ان هي دي السبب اللي بتخلينا نشوف الار بي سيز دونا عن البليتلتس والوايت بلاد سيلز. الحقيقة ده اللون of the unstained blood film، ده اللون الطبيعي بتاع الهيموجلوبين. يعني الهيموجلوبين is not a red, red in color. النورمال كولر اوف هيموجلوبين هو اللي احنا شايفينه ده، جرينش يلو او يلوش جرين، مش فارقه، حاجه اصفر مخضر كده او اخضر مصفر، يعني حاجه فاتحه خالص بس مبين لي الاوتلاين بتاع الار بي سيز، بقدر اشوفه كده ان ستين. دي بس من باب العلم بالشيء. بالنسبه للار بي سيز، هي الفيرست اليمنت اللي احنا هنتكلم عليه. الار بي سيز لها اسم تاني اسمها إريثروسايتس. الإريثروسايتس هنقسمها إريثرو equals to red، زي ما احنا عارفين سيلز، يبقى هي دي الخلايا الحمراء. طبعا ده كان بيرجع زمان لبدايات الميكروسكوب لما شافوها، كل حاجة كانوا بيشوفوها كانوا بيقولوا red cell، يعني أو سيل عليها. كل الفورمد اليمنتس دي كانوا بيسموها سيل، فهي اسم اريثروسايتس يعني الريد سيلز، which is يعني not accurate 100%. شكلها ايه الاريثروسايتس او الريد بلاد كورباسلز؟ زي ما اتفقنا السي دي مش سيلز، هي كورباسلز. شكلها ايه؟ ادي واحده من الكورباسلز دي، كورباسل. كورباسل يعني حافظة أو كيس كده، لأن هي actually الماتيور ار بي سيز اللي موجودة في البلد عبارة عن كيس ومليان هيموجلوبين، مفيش أكتر من كده. السيتوبلازم والأورجانيلز بيبقوا يعني almost absent، يعني مش موجودين، بيبقى كل المساحة اللي داخل الممبرين بتاعها عبارة عن هيموجلوبين. الار بي سيز بنقول عليها ان هي ديسك شيب، عامله زي الديسك، زي القرص كده. الديسك ده فيه كونكافيتي او فيه ديبريشن من السيرفيس ده، وفي واحد زيه من السيرفيس الثاني من تحت، يعني من ناحيتين فيه كونكافيتي، فبنسميه باي كونكيف ديسك. باي كونكيف ديسك يعني فيه كونكافيتي من التو سيرفيسز بتاعته. طبعا البايكون كافيتي دي مهمة جدا للوظيفة بتاعت الار بي سيز. احنا عارفين طبعا من دراستنا السابقة ايه الوظيفة بتاعت الار بي سيز الاساسية، ايه الفانكشن بتاعها بالظبط. الار بي سيز ار فيل ويز هيموجلوبين، بيكوز الهيموجلوبين ده از سبيشال تايب اوف بروتين ويتش هاز هاي افينيتي تو اوكسجين، يعني منين ما يلاقي اوكسجين يمسك فيه جامد، ياخده يشيله معاه، فهو carriers for oxygen. فعشان ازود الافشنسي اوف ذا ار بي سيز واخليها تشيل اكسجين كتير على قد ما تقدر، البايكونكافيتي دي موجوده، ودي يعني نوع من الادابتيشنز للفانكشن، يعني بتاقلم نفسها ازاي على الفانكشن بتاعها عن طريق البايكونكافيتي. يبقى this is increase in the surface area علشان تبقى more efficient in carrying الأكسجين، وفارشية دي كمان للكربون دايكسايد، لكن معظم الكربون دايكسايد أصلا بيدوب في البلازما، لكن في جزء منه برضو بيتنقل عن طريق الـ RBCs.
الديامتر بتاعها بقى الدايمنشن، يعني لو قستها من هنا لهنا كده ده الديامتر بتاعها بيبقى around 7 micrometers من 7.2 ل 7.4 ده الافريج. الثيكنس بتاعها يعني الثيكنس من هنا لهنا في الجنب كده بيبقى variable، بيبقى في البريفري بيبقى 2 micrometer، يعني الديستنس من هنا لهنا around 2 micrometers. في السنترال اريا اللي هي اللي فيها البايكون كافيتي دي بيبقى ارفع شويه بيوصل ل 1 micrometer، ودي برضو مهمه علشان دي بتقرب المسافه ما بين الهيموجلوبين اللي جوه والاير اللي بره علشان تبادل الغازات يحصل على مستوى اللنج او على مستوى التيشو، فبيبقى الديفيوجن اسهل في السنتر منه في البريفري. الكونكافيتي دي بتعمل لي ظاهره كده بنشوفها، لو ناخد بالنا هنا دي مجموعه من الار بي سيز احنا شايفينهم مش سبورادك كده، لا ماسكين في بعض، هنا برضو عاملين كولن كده عمود، هنا برضو نفس الحكايه، انما دي لوحدها دي لوحدها دي لوحدها. فلما الاقي ان فيو ار بي سيز ار ارينج يعني very close to one another وعاملين كولن، دي ظاهره بسميها رولو ابييرنس. رولو ابييرنس، رولو دي كلمه فرنش عشان كده الحروف الاخرانيه دي مش كلها بتتنطق. مين من البنات يقدر يقول لي يعني ايه رولو؟ بطله الشعر. ايوه بالظبط، الرولو احنا حتى بنقول عليه بالعربي كده رولو. الرولو ده حاجه عامله زي السلندر كده بتبقى ميتال او بتبقى بلاستيك وبيتلف عليها الشعر. الولاد بتهيألي برضو عارفينها لان يعني مؤخرا وصل نما الى علمي ان برضو مراكز التجميل بتاعت الرجاله ما بقاش اسمه حلاق زي زمان، بقى بيعمل سيرفيسز كتيره جدا للمهتمين بقى بالبشره وبالشعر، ويعني عندهم خدمات برضو. برضو الرولو ده اكيد انتوا شفتوه على الاقل عند ماما عند حد من اخواتكم او كده، ده اللي بيتلف عليه الشعر. فده منظر الرولو بيبقى مقسم كده وسلندر. ايه الرولو ابييرنس بقى بالنسبه للبلاد هنا عندنا؟ ده انديكيتيف اوف ايه؟ ده هنا ليه اصلا بيحصل؟ يعني ليه الار بي سيز بتمسك في بعضها كده شويه؟ وهل يا ترى الفيكسيشن ده بيبقى حاجه بيرمننت يعني على طول بيفضلوا ملزقين في بعضهم؟ هل ينفع اصلا ان الار بي سيز دي تلزق في بعضها كده وتمشي في البلاد ستريم بالطريقه دي؟ اكيد ما ينفعش. بالظبط، يبقى انا عملت ايه بقى بالسيرفيس اريا وهتعمل جاز اكستشينج ازاي لما يمشوا مجموعات كده ملزقه في بعضها؟ فاكيد ده ما ينفعش، يعني this is not proper for the function of RBCs. يبقى اكيد لما بيحصل حاجه زي كده في ظروف بتبقى غير طبيعيه. زي ايه؟ زي السلو سيركيوليشن اللي احنا كاتبينها هنا. slow circulation يعني circulation لو ماشيه بالسرعه المعتاده بتاعتها مفيش وقت بتبقى سريعه، فالار بي سيز كل واحده لوحدها بيشتغلوا كويس. في الحتت اللي فيها slow circulation وفي حتت مطلوب ان circulation تبقى فيها slow، انا اعرفها ان شاء الله قدام normal يعني مش abnormal situation، مش pathology مش مرض، ده normal. بالعكس لو مشيت بالسرعه مش هتعمل الحاجه المطلوبه منها، فدي هنقولها في وقتها. ليه بيحصل ان في السلو سيركيوليشن الار بي سيز بيمسكوا في بعض كده؟ هما بيمسكوا في بعض علشان حته البايكونكافيتي بتاعتهم دي. البايكونكافيتي دي بتبقى في حاجه اسمها سيرفيس تنشن فورس اللي هي قوه التوتر السطحي اللي موجوده بتخلي السيلز دي تلزق في بعضها شويه. زي بالظبط بنفس الميكانيزم بتاعت الحاجات البلاستيك الرابري دي اللي هي بنحطها على الحيطه بنضغطها كده على الحيطه وبنعلق عليها مثلا اي حاجه فوطه او معلقه او وات ايفر. بالسكشن يعني بيبقى فيه زي سكشن فورس كده بتمسك الار بي سيز مع بعضها شويه. بس في حاجه مهمه،
ان الفورس دي ساكشن فورس اللي بتتولد دي وبتمسك الار بي سيز مع بعض لما يبقى فيه سلو سيركيوليشن او ديهايدريشن، يعني لو مفيش كميه بلازما كميه بلازما كفايه انسان ديهايدريتد ممكن نشوف حاجه زي كده. دي حاجه بتبقى temporary يعني مؤقت. Once ان السيركيوليشن دخلنا على حته فيها very fast circulation خلاص بيبتدوا يفكوا من بعضه. هل بينتج any damage عن الرولو appearance ده؟ لا مفيش، يعني هي بس مجرد السيركيوليشن بطيئه فبيبقى في فرصه ان هم بيقربوا لبعض، لو قربوا بينجذبوا ناحيه بعض كده وينزقوا في بعض. لو رحنا الحته فيها rapid circulation خلاص بيفكوا من بعض، ال RBCs ما بيحصل لهاش اي دامج بيفكوا من بعض. لو لقينا بقى ان في exaggeration في الرولو فورميشن ده ببتدي بقى اشك حاجات غير طبيعيه، هنقول بعض منها برضو واحنا ماشيين في الابنورماليتيز اوف ذا RBCs. ال RBCs دي طبعا بتمشي والمفروض ان هي تمشي through ال very narrow blood capillaries عشان تبقى very close للسيلز بتاعة التيشوز to supply them with oxygen وتاخد الكربون دايوكسيد وت supply nutrients وتاخد الميتابوليك ويست. يبقى اذا اتوقع ان هي لازم تبقى flexible، لازم تبقى طرية كده وتقدر تتشكل في الكابيلاري، وخاصة لو عرفنا نسبة وتناسب كده. الديامتر بتاع ال RBCs 7.2 مثلا او 0.3 او 4. لو الديامتر ده حب يخش في النارو كابيلاريز اللي بتوصل الديامتر بتاعها ل 3.5 مايكرو، يعني اولموست نص الديامتر بتاعها، هتخش ازاي وهي كبيره كده؟ لازم يبقى عندها قدره ان هي تبقى فليكسبل كده وتتني وتتبطط شويه علشان تخش في الحته الضيقه دي، وبعدين وانس ان هي تطلع لبلاد فيسل الديامتر بتاعه واسع بتفرد تاني، لان هي لازم تبقى مفروده عشان تشتغل صح. فهي فليكسبل مرنه جدا جدا، وفي بلاستيسيتي في الممبرين بتاعها بحيث ان هي تقدر تتشكل بشكل الكابيلاري النارو اللي بتمشي فيها وبعدين تتفرد تاني لما تروح لمكان واسع. بتعيش لفترات محدوده، الفتره ما هياش قصيره وما هياش لايف لونج، يعني هي الفتره المعروفه 4 شهور او 120 يوم. يبقى دي اللايف سبان اوف ار بي سيز، بتعيش قد ايه؟ 120 يوم. طيب 120 يوم من امتى؟ من ساعه ما بتتكون. طب لما ينتهوا ال 120 يوم ايه اللي بيجرى لها؟ بيحصل لها رابتشر او هيموليسيس، السيل ممبرين بيحصل فيه تغيرات بيسمح بقى لميه كتير تخش فيها انها مفرقعه. فالرابتشر اوف ار بي سيز ده بيخليها الكونتنتس بتاعتها اللي هي الهيموجلوبين اساسا تبقى موجوده فري في البلد. والهيموجلوبين على قد ما هو ماده مفيده جدا جدا وحيويه ضروره من ضروريات الحياه ان يبقى فيه هيموجلوبين، بس انسايد الار بي سيز، outside the RBCs بيبقى very toxic. بيفقد اولا قدرته على ان هو يبقى oxygen carrier، زائد انه بيبقى very toxic وخاصه بالنسبه للكيدني tubules في الكلى، بيبوظ الستراكشر بتاع الكلى. الاولد RBCs بقى اللي هي خلاص وسط ال 120 يوم دول المفروض بيحصل لهم hemolysis. الافضل بالنسبه لي بما انه very toxic كده وممكن يبوظ لي الكلى، يبقى اذا انا لازم احتويها السيلز القديمه واعمل لها دامج في مكان اقدر اسيطر عليه وبعيد عن البلاد ستريم. ده بيحصل فين؟ بيحصل عن طريق ان الماكروفيجز، نوع معين من الماكروفيجز كده بيقدر ينجلف الار بي سيز دي، يدخلها جواه ويحصل لها هيموليسيس جوه الماكروفيج. اولا بسيطر عليها، ثانيا بمنع التوكسيسيتي بتاعت الهيموجلوبين دي عن الكيدني تيوبيولز، ثالثا بقدر اعمل لها ريسايكلينج. انا ليه افقد الهيموجلوبين ده اللي هو معمول من هيم وجلوبين؟ هتاخده في البايوكيمستري. الهيم مليان ايرن والجلوبين ده بروتين،
فالحاجات دي مهمة ومفيدة وأقدر أعمل لها ريسايكلينج واستفيد بيها. الشغلانة دي بتحصل فين بقى؟ بتحصل في الماكروفيجز mainly of the spleen وto a lesser extent في البون مارو. تمام؟ وبرضو هنرجع نعيدها لما نتكلم على السبلين تاني. الهيموجلوبين زي ما قلنا ده اللون بتاعه وده اللون اللي شفناه في الانستيند سلايد. وظيفته الأساسية ده بروتين وفيه ايرن معاه، ووظيفته الأساسية ان هو بيكاري الأكسجين والكربون دايوكسيد أقل شوية. وبالصدفة طلع عليه لون بنشوفه في البلاد فيلم المسبوغ لونه أحمر، لأن ده تأثير الصبغة اللي أنا مستعملها الليشمان أو الجمس، لكن نورمالي هو ليه لون جرينش يلو. طيب الار بي سيز دي يا ترى احنا قلنا ان هي بتبقى فليكسبل، ممكن تتضغط كده شويه لما تمشي في حته ضيقه. ايه اللي بيرجع يخليها تتفرد تاني وتحافظ على شكلها الباي كونكيف ده؟ ده بيرجع لسيتوسكيلتون. لو برضو نفتكر من الاف اتش بي ان السيل كان في داخلها من ضمن الاورجانيلز النون ممبرينس اورجانيلز اللي موجودين في السيل السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون كان معمول من مايكروتوبيولز ومايكروفيلمنتس، وفي المايكروفيلمنتس دي انواع عباره عن بروتين زي ما قلنا بوليمرايزيشن لموليكيولز صغيره من بروتينز بتديني المايكروفيلمنتس والمايكروتوبيولز. فالار بي سيز بالتحديد ده منظر لسكشن كده مجازا في الار بي سيز، زي ما قلنا الثيكنس بتاعها في البريفري يبقى 2 مايكروميترز، وفي السنتر عشان الديبريشن ده عشان الكونكافيتي دي بيبقى 1 مايكرومتر. لو شفنا هنا ايه اللي مخليها بقى ماسكها في بعضها ومحافظ على الباي كونكافيتي دي هنلاقي المنظر ده، هنلاقي سايتوسكيلتون منظم بعنايه شديده معمول اساسا من 2 تايبس اوف important proteins او filaments اللي هم الاكتين، والبيربل ده اسمه سبيكترين. الاكتين ده سمعنا بيه قبل كده، السبيكترين ده ما سمعناش بيه قبل كده واحنا بنتكلم عليها، عشان لما تيجي بقى سيل باي يعني سيل باي سيل كده لما يبقى فيها special type of filaments بنتكلم عليها. المايوسين هنا ملوش وجود، الاكتين والمايوسين لما يتوجدوا مع بعض يبقى انا بتكلم على كونتراكتايل سيل، تمام، او كونتراكتايل ستراكشر. لكن هنا مش المايوسين، هنا الاكتين، يبقى في بروتين موجود اسمه سبيكترين اللي هو اللي عامل الخيوط الطويله دي الرفيعه، والاكتين بينترمينجل معاه بيتداخل معاه. وفي نوع ثالث من البروتينز اسمه انكرين بيثبت الاثنين دول في بعض. فزي ما انتم شايفين الارينجمنت بتاع السبيكترين والاكتين عامل لي نتورك، النتورك دي بتعمل سبورت للسيل ممبرين من الناحيتين. يبقى السيتوسكيلتون دكتور احنا مش سامعين حضرتك، حضرتك تشرح دلوقتي حد قفل المايك من اكتر من مره. بص ما هو ده في اولا في جيست معانا انا ما اعرفش مين اللي مدخله ده، مين الاي دي بتاعه 86193، في جيست ظاهر يبقى مش داخل بالايميل بتاع الجامعه. على العموم يعني معلش انا بعتذر يا دكاتره، وزي ما قلت دي تصرفات غير مسؤوله، وانا هشوف لي حل مع الاي تي علشان اهو ليفنج الحمد لله. علشان الناس اللي بتهرج دي هينعكس ده على تركيز الواحد وعلى سير المحاضرة وهيضر اللي جاي عايز يستفيد، فأنا بعتذر لكم بالنيابة
عن الناس اللي أساءت دي. وإن شاء الله الليكتشر الجاي هنبقى فيس تو فيس، وبعد كده الحاجة الأونلاين هتبقى متظبطة أكتر من كده. تمام يا دكاترة، أنا بشكركم جدا على تواجدكم النهاردة، وفي ناس رفع إيديها عايزة تسأل على حاجة، تفضل. دكتور معلش، لما قلتي بتعمل سبورت للسيل ممبرين كان قصدك على انهي سيل ممبرين بالظبط؟ السيل ممبرين بتاع الـ RBC. بتسأل على السبكترين والاكتين اللي هي النتورك اللي معموله دي، السايتوسكيلتون ده. حضرتك قلتي بتعمل اتفضل يا دكتور، اعمل اميوت لنفسك. اتفضل دكتور اسلام، كمل السؤال بتاعك. مريم ميار، انا كنت بس عايزه اسال حضرتك، بتقولي ان الهيموجلوبين بيبقى لونه جرينش ويلو، طب هو ازاي كده؟ ازاي لما حد بيبقى عنده مثلا انيميا مثلا والهيموجلوبين بتاعه بيكون قليل وكده بيبقى جسمه مصفر؟ يعني كمان بيقولوا ايه اللي بيدي اصلا الريد بلاد سيلز اللون الاحمر لو كان الهيموجلوبين جرينش يلو؟ تمام، اللي بيدي الار بي سيز اللون الاحمر هو الصبغه اللي بتحطيها لو بتتكلمي على مستوى البلاد فيلم. لو انت بتشوفي بلاد فيلم بتشوفيه الار بي سيز احمر لانك انت صبغاها بصبغه حمراء. لكن لو تقصدي حضرتك ان ليه البلاد الفريش بلاد لونه احمر، دي حاجه تانية. فالسؤال ايه؟ لا انا قصدي انا مش مقتنعه بفكره ان الهيموجلوبين بيبقى لونه جرينش يلو، مش مقتنعه بيها. لا بصي يا دكتور، معلش مع احترامي الشديد لحضرتك، في حاجة مش مقتنع ان هو جرين شيلو، لا هي العملية مش عملية اقتناع. This is a fact وانا وريتهولك، هي في fact، احنا بقى بنقول التفسير بتاعها ايه ونشوف بقى التفسير ده هيقنعنا ولا مش هيقنعنا. تمام، لكن هي This is a fact، هي لونها كده. يعني ما ينفعش ان حضرتك to deny وتقولي لا معلش الـ RBCs لونها احمر. طب هاتيلي RBCs unstained لونها احمر على الميكروسكوب كده. لكن لو اتكلمنا على مستوى البلاد الفريش بلاد بقى دروب مثلا، لما بنجرح ما كلنا عارفين ان البلاد لونه احمر، والبلاد ده ما فيهوش حاجه تلونه الا الهيموجلوبين، صح؟ صح. تمام، يبقى ليه الفريش بلاد لونه احمر ولما اشوف الار بي سيز اندر ذا مايكروسكوب بلاقيها جرينش يلو؟ وده ليه تفسير يا دكتور فيزيكس، ان التركيب بتاعه فيه اير والاتومز على مستوى الاتومز بقى الالكترونز بتاعه الاير بتبقى في حركه على طول دائما، انت عارف ده فيزيكس. يعني انا هقوله لك على قد ما فهمت، ان المفروض الكور بتاع الموليكيول بتاع الهيموجلوبين ده بيبقى لونه جرينش علشان الاير، لون الاتوم نفسها بتاعت الاير. وبعدين الالكترونز بتاكسبوز وهي بتلف كده بتخلي يعني اللون ده مش باين. لما احنا بناخدها ونثبتها على السلايد خلاص مفيش، يعني ما بقتش ليفنج وما بقتش الدنيا فيها الحركه بتاعت الالكترونز دي، فبيبان اللون بتاع الكور جوه بتاع الموليكيول ده. لكن ديورينج ليفنج بيبقى فيه حركة مغطية اللون الأخضر ده أو الأصفر المخضر ده. حكاية بقى إن الهيموجلوبين ده لما بيبقى جروس كده اللايت اللي بيجي عليه وانعكاسات الضوء والسبكترم والحاجات اللي زي كده بيبان لون أحمر. ده الجزء اللي على قدي اللي فهمته من الفيزيكس، لكن تفسيره لو حضرتك تقدري تانفستيجيت وتشوفي لنا حد فيزيسيست تقدري تسأليه أو تدوري عليه في الليترتشر كده وتنمعي، أكون شاكرة ليك. تمام، حد كان بيسأل تاني؟ اتفضلوا اللي عنده أسئلة يقول.
دكتور السيتوسكيلتون بتاع الار بي سيز. تمام. هي الخيوط دي موجوده فعلا؟ يعني في الصور مثلا هي مش موجوده، هي خيوط وهميه ولا هي اكيد موجوده؟ لا، هي مش خيوط وهميه، احنا بنتكلم هنا على مستوى موليكيولر، يعني مش بنشوفها بالطرق الميكروسكوبس العاديه دي. الموليكيولر بيولوجي بنقدر نكشف على وجود موليكيولز معينه بطرق ممكن ما تكونش مايكروسكوبيك خالص، ده عن طريق مثلا اكس راي، بيشوفوا الحاجات دي بالاكس راي، زي بالظبط يا دكتور الدبل هيليكس بتاع الدي ان اي. هل احنا شفناه مثلا بالمايكروسكوب؟ هل لو استعملت الكترون مايكروسكوب ممكن نشوف الدبل هيليكس بتاع الدي ان اي؟ لا، صعب جدا جدا. بتشاف بحاجه اسمها اكس راي كريستالوجراف، بنشوف على مستوى كريستالز، على مستوى حاجات كيمستري بقى. فدي كلها اتشافت بطرق بتاعه الموليكيولر بيولوجي واتعمل لها يعني سجستد ستراكشر كده، لكن ما بنشوفهاش لا بالميكروسكوب، لا مش بنشوف الحاجات دي، لكن هي طبعا موجوده. تمام. سؤال ثاني اتفضل. بالنسبه للبلازما اللي هي بتتعالج بالانتي بوديز اللي بناخدها من البلازما، بناخدها من نفس اللي هي الطبقه بتاعه اسمها البافي كود دي ولا من طبقه تانية؟ لا، انت بتاخد هنا بتاخد من البلازما نفسها اللي فوق. انت هنا مش عايز وايت بلاد سيلز ومش عايز بليتلتس، انت بتاخد انتي بوديز دايبه موجوده في البلازما، الجزء اللي احنا بالنسبه لنا في الهيستولوجي شفاف، هو ده الجزء اللي بتاخد منه. لكن حضرتك لما تيجي بتعالج حد مثلا عشان بالبي ار بي اللي اسمها بليتلت ريتش بلازما، فانت بتاخد من الجزء بتاع البافي كود ده، فساعات غصب عنك بتاخد من الار بي سيز كمان، ما بتقدرش تفصله قوي. فده الجزء الافكتيف فعلا في حالات ان انت عايز تستيميوليت الهيلينج او تحسن وظائف الجلد او الشعر او كده. لكن انت عايز مثلا زي الكوفيد دلوقتي، احد الطرق اللي اعتمدوا عليها في الحالات اللي هي اللي تدهورت جامد بياخدوا بلازما، لو اكيد انت برضو متابع وقريت عن الحاجات دي في الميديا. بياخدوا بلازما من دونر يكون جاله كوفيد وريكفر، وبيحقنوها في شخص تاني. طبعا الحكايه دي مش سحريه ومش بسيطه زي ما احنا بنقول كده، بتعمل مشاكل، وفي ناس اثناء الترانسفيوجن بتاع البلازما ده بيجي لهم مشاكل وحالتهم بتسوء جدا، وفي ناس استفادت منه وفي ناس ما استفادتش. فهو مش حاجه سوليد انك تعتمد عليها، لكن نظريا طبعا في انتي بوديز، والمفروض ان هي تقضي على الفيروس في المريض اللي انت بتنقله، لكن ليه مش بتجيب النتائج المرجوه دايما؟ دي حاجه طبعا اندر انفستيجيشن. طيب، ونفس الفكره في موضوع اللي هو فصيله الدم، يعني ما ينفعش اخد انتي بوديز من حد، لازم فصيله الدم وغير فصيله دمي؟ هو انا في نقل الدم يا اما باخد بلاد، يعني هول بلاد على بعضه كله على بعضه، يا اما باخد بلازما علشان الفاكتورز اللي دايبه فيها بتاعه الكلوتنج مثلا في حالات الهيموفيليا والحاجات اللي زي كده. فطبعا انت حضرتك بتاخد من نفس الفصيله بتاعتك، لو انت اللي هتاخد انت فصيله دمك ايه، يبقى تاخد بلازما من حد فصيله دمه ايه، لان في يعني الفصائل مش دايما بتقدر يعني تبقى ضامن ان البلاد ده لو دخل جسم مريض تاني من نفس الفصيله الجسم هيقبله. ساعات بيبقى فيها انتي بوديز احنا ما بنقدرش نكشف عنها. فعشان كده يا دكتور في عمليات نقل الدم احنا ما بناخدش كيس مثلا عندي مريض وبيعمل عمليه وبينزف وعايز اديله دلوقتي هو فصيله دمه بي، فهروح اجيب له اي كيس بي وادهوله. لا، ده انا بعمل حاجه اسمها كروس ماتشنج. يعني ايه كروس ماتشنج؟ يعني باخد نقطه واحده من دم المريض اللي هنقل له الدم ده، وهاخد نقطه واحده من الكيس اللي انا جبته، وبلخبطهم على بعض على شبيهه، وببص عليها تحت الميكروسكوب، بقلبهم كده مع بعض عشان اطمن. لو لقيت حصل في كوجوليشن كده، معناها ان في بقى انتي بوديز انا غير ما عنديش قدره على اني اكشف عليها،
هتعمل كلوتينج انسايد، يبقى الدم اللي انت هتنقله للمريض عشان تنقذه بيه هيعمل له كلوتينج وهيكون سبب وفاته. فما تاخدش الكيس ده، ده مش معناه ان هوقف مش هديله، لا هشيل الكيس ده وادور على كيس تاني بيه من مريض تاني وادهوله، وبقى اعمل برضو الكروس ماتشنج ده. تمام يا دكتور؟ تمام يا دكتور، متشكر جدا. العفو. شكرا. العفو. معلش يا دكتور. اتفضل يا دكتور. بالنسبه للرولي ابييرنس، ما بيحصلش للبلد كواجوليشن او كلوتينج؟ لا، لانها احنا قلنا في الطبيعي، في الحته الطبيعيه ان هو بيحصل تقارب بس ما بين الار بي سيز وبعضها بسبب السكشن فورس اللي على الكونكيف سيرفيسز دي، ولو الدم ماشي بطيء. لكن لما بيمشي في حته سريعه البلاد فلو سريع فيها بيفكوا من بعض، لكن ما بيعملش كلوتينج. لكن في الحالات بقى زي ما هنقول في حاجه اسمها بوليسايتيميا، اللي هي زياده شديده جدا في عدد الـ RBCs، دي طبعا دي مش حاجه طبيعيه. المفروض يعني انت ليك عدد 5 مليون مثلا بير كيوبيك مليمتر، فلو لقيتهم بقوا 10 ولا 12 مليون اكيد الدنيا هتبقى زحمه، فطبيعي هتقرب الـ RBCs من بعضها فهيلزقوا في بعض كتير. ده بقى اللي ممكن يعمل كلوتينج انسايد البلاد فيسلز في حالات البوليسايتيميا، وده من المضاعفات الخطيره اللي بتعمل جلطات للمرضى دول. عشان كده لازم بيتعالجوا برضو، ما ينفعش نقول عندهم ار بي سي كتير ده خير وبركه، ده بيأثر على الهارت، ممكن يعمل هارت فيلير وبيعمل كلوتينج انترا فاسكولار كلوتينج فيه. تمام، شكرا دكتور. دكتور يعني هي نورمال ابيرنس للبلد سيل؟ نورمال ابيرنس يعني ما اعتبرش، يعني ما اقدرش اعتبرها علامة المرض؟ لا، يعني احنا لو لقيناها بنلاقيها اوكيجنال كده، لا ما بتبقاش حاجة مرضية، لا. لكن لو لقيناها متكررة كتير كتير، لا دي معناها ان في بوليسايتيميا، ان عدد الـ RBC زيادة عن الطبيعي، او ان في سيفير ديهايدريشن، يعني الريلاتيف برضو نمبر بتاع الـ RBC زاد، بمعنى ان هو يعني انت نسبتهم، انت بتقيسي عدد الـ RBC في واحد وحدة حجوم من البلد. ممكن يكون ده الزيادة في عدد الـ RBCs دي زيادة حقيقية، إن البوم مارو مطلع لك RBCs كتير، وممكن يكون البلازما هي اللي حجمها قل، فعدد الـ RBCs في وحدة الحجوم برضو اللي انت بتاخدي منها زاد. وده بنلاقيه في حالات الديهايدريشن هي الجفاف، لو المريض ما خدش مية لفترات طويلة، لو المريض بيلوز مية كتير قوي والدنيا حر مثلا في حالات الصيام بالنسبة لنا، الناس اللي بتضرب عن الطعام ما تاخدش بقى لا أكل ولا شرب ولا يشربوا مية، ما هو المية هيجيب الجسم منين مية، فالفوليوم بتاع البلازما بيقل، وبالتالي تركيز الـ RBCs أو عددها في وحدة القياس اللي أنا بقيس فيها بتزيد، فبالتالي بيقربوا من بعض. هي الفكرة كلها حاجات فيزيكا، لو قربوا من بعض بأعداد كبيرة هيلزقوا في بعض. تمام يا دكتور؟ أيوة تمام، شكرا دكتور. العفو. في أي حد عايز سؤال تاني؟ هو بس حضرتك الاتندنس هيتاخد ازاي؟ أنا خدته يا دكتور، أنا بنزله، يعني عندي هنا أوبشن بطلب منه الاتندنس ونزل في فايل إكسل فايل هحطه لكم إن شاء الله. خلاص تمام، شكرا دكتور. دكتور وايه الفانكشن بتاعت الانكرين؟ الانكرين ده انكورينج بروتين، يعني بيمسك الاثنين في بعض، بيمسك الاكتين مع السبكترين، وبيبقى موجود يعني ما بينهم الاثنين، يعني بيوصل الشبكه ببعضها. ده حد بيكلمني؟ ايه يا اسطى؟ لا ده فيها قصه يبقى اكيد. تمام يا دكتور، شكرا جدا. العافيه. في حد تاني ليه اي سؤال؟ دلوقتي في 180 ماشي، وفي مبعوت لهم ونايمين 260.
مين اللي عمرو في عمرو استغفر الله العظيم. الكلام ده ما كانش ليا مش كده؟ لا انت كان بيتكلم نفسه. طيب خليك كويس. هو عنده إحصائية دقيقة اهو، اللي حاضرين 180 واللي ما راح لهم وما كانوا نايمين اكتر، ف ما فيش مشكلة خالص يعني. اللي حضر خلاص انا سجلت له الاتندنس بتاعه، واللي ما حضرش يعتبر ابسن وما فيش مشكلة، ربنا يوفقه. دكتور نعم بجد العادك دكتور. العفو العفو دكتور. هو الاكسين والسبكترن دول بيبقوا جوه ال ار بي سيز؟ اه يا دكتور، بيمسكوا السيل ممبرين من الناحيتين بتوع الباي كونكيف ديسك ده، بيمسكهم مع بعض علشان تبقى واخده شكل الباي كونكيف ديسك ده. دكتور نعم، هو حضرتك سجلتي الاتندنس انت بالظبط؟ عشان انا اول ما الاسئله بدات طلعت. لا انا مسجله من قبل. خلاص تمام شكرا يا دكتور. واحدي يا دكتور اتفضل. انا حاضره مع حد صاحبتي عشان ما عنديش نت وكذا حد عامل كده، فهل كده احنا ما خدناش اتندنس؟ حاضره معاها بمعنى ايه؟ بنفس الاكاونت بتاعها يعني، بنفس الاكاونت انت داخله مع يعني قاعده جنبها قاعدين اه بالظبط على نفس الاكاونت. لا طبعا، ما هو انت كده اتحسب اللي داخل بالاكاونت هو ده اللي اتحسب حضور، انما حضرتك قاعده جنبها لا طبعا. انا هعرفك ازاي؟ لان الاتندنس بيتاخد من واقع الطلبه اللي داخلين بالاكاونت بتاعهم. طيب يعني لو ده حتى لو دخلت دلوقتي خلاص انا ما تحسبليش اتندنس؟ ده خلاص المحاضره وقتها خلص، ف يعني المحاضره الجايه بقى الفيس تو فيس قابليني ان شاء الله علشان يعني نتفهم الفكره دي. شكرا يا دكتور. العفو دكتور. اتفضل يا دكتور. هو في اللاج بالبلازما احنا بناخد عينه من اللي هي البافي كوت ولا من البلازما؟ اهني عليك. اللي هو الحقن بالبلازما. حقن بالبلازما بناخد البافي كوت عشان احنا تارجتنج البلاد بليتلتس، يعني انت مش بتاخد اي حاجه من البلاد، التارجت بتاعك البليتلتس بس. البليتلتس للاسف ما بتعرفش تفصلها هي لوحدها، انت بتاخد بليتلت ريتش بلازما، فبتاخد الحته اللي عند البافي كود دي، هتلاقي طلع لك بلازما طبعا لازم يكون في سائل عشان تعرف تحقنه، وبتاخد البليتلتس والوايت بلاد سيلز لان هم بيبقوا قريبين من بعض. طب دكتور بعد اذنك، احنا النت عندنا ضعيف شويه واحنا داخلين بثلاثه، يعني احنا ثلاثه بنتفرج على نفس اللاب. ما هو نفس الإجابة للدكتورة اللي كانت قبل منك، هو دلوقتي السيستم اللي عليه الدكتور اللي داخل بالأكاونت بتاعه هو ده اللي بيتحسب، لكن أنا هعرف إزاي إن حضرتك قاعد جنب زميلك ما ديكش هنا وجود معايا، فاهمني؟ يعني هو اللي داخل بأكاونت بتاعه هو ده اللي بيتحسب حاضر، حضرتك قاعد معاه وسامع ويلاند جود، انت استفدت انك سمعت المحاضرة، لكن للأسف انت مش مقيد كأنك حاضر. ايوه بس النت عندنا ضعيف جدا، هي دي المشكلة، احنا مش عارفين نخش من كذا مكان، من كذا جهاز. هنعمل ايه؟ طيب قولي ايه الوسيلة ان انا اعرف ان حضرتك. طب هو الاتندنس عليك عليه ايه بالظبط؟ هو المفروض الاتندنس لو هيبقى considered seriously اللي بيتجاوز نسبة الغياب المسموح ليها بيحرم من دخول امتحان المادة أصلا. اللي هي قد ايه بالظبط؟ اللي هي 25% ده ماكسيمم الغياب. اها بس تمام. هو المفروض يفعل في العملي أساسا، هل طبقوه على نظام المحاضرات؟ نسأل فيها ونقول لكم. دكتور بعد إذن حضرتك، أنا النت فصل عندي دقيقتين كده في النص، بعد كده رجع تاني، فانا كده تاخد لي اتندنس ولا ايه في نص المحاضره؟ لا بيبين ان انت طلعتي ودخلتي تاني، بيبين اللي دخل واللي طلع. طب الحمد لله ما تقلقيش كله. هي البليتلتس مش موجوده في البافي كود؟ لا موجوده. لا قصدي في الطبقه اللي فوق البافي كود ما فيهاش بليتلتس.
لا يعني البافي كوت يا دكتور هي الطبقه الخط الابيض الرفيع ده، انت يعني ده طبقه رفيعه اصلا فيها الوايت بلاد سيلز والبليتلتس، ما تقدرش تفصلهم الاثنين عن بعض قوي. ده انت ساعات كمان اللي لما تيجي تسحبهم بتسحب ار بي سيز كمان معاهم. تمام. في ناس بقى في الشغل بره في السوق، شغل السوق بقى بيسحب من البلازما اللي فوق وبيفهم يقول له ايه انا بسحب لك، شوف البلازما بسحب بقى من الحته الرايقه النظيفه دي بدل ما الحاجات اللي مش نظيفه اللي تحت اللي بحطها لك. وطبعا هو كده ما بياخدش اي حاجه، ما بيستفدش اي حاجه. احنا يعني عايزين البليتلتس بس، مش عايزين البلازما بقى. احنا عايزين اساسا البليتلتس، يعني ده التارجت بتاعك. لكن انت مضطر انك هتاخد معاها شويه بلازما على شويه وايت بلاد سيلز وساعات كمان ار بي سيز، مضطر لان هي حته رفيعه اللي هي موجوده فيها. لو طب لما ياخد من البلازما العيان ما بيستفادش؟ لا ما استفادش، مفيش الجروث فاكتورز الكتيره اللي موجوده جوه البليتلتس. ما احنا ما هندرس البليتلتس هتعرف ايه اللي جواها. الجروث فاكتورز كتير جدا، هي دي اللي بتحسن الهيلينج، بتحسن الانقسام الخلايا ونمو البلاد فيسلز اللي موجوده في المنطقه المصابه، فعشان كده بيحصل هيلينج سريع في الاصابات، او بيحسن ان جنرال مثلا البلاد سبلاي للهير فوليكلز، فالهير ما بيبقاش فيه هير لوس كتير زي ما الناس بتشتكي. تمام العفو. ها السؤال تاني، ما انت رفع ايدك ولا دي قديمه؟